احنا عندنا اصابات الاورام في مصر ترتيبنا فين على العالم لو في احصائيات من النوع ده؟ احنا في الفترة الأخرانية يمكن يبان ان اعداد الاصابات زادت، ولكن هو في حقيقة الامر ان الوعي بتاع الشعب بقى افضل. بمعنى ان احنا زمان كان المريض بيفضل خايف يكشف، خايف يروح، خايف، فبالتالي يا اما بيتشخص في مراحل متقدمة او بيتشخص في المراحل او اوريدي ما بنعرفش عنه حاجه، يعني بيحصل ان الحاله بتتاخر وهكذا وما بنعرفش اوريدي او ما بيسجلش في الوزاره. يعني بالوقت وبالوعي بدات الناس تعرف تروح تكشف، مع طبعا المبادرات الرئاسيه بدا يبقى في فحص دوري، بدا يبقى في اعداد، فبالتالي بقينا الاعداد او حالات السرطان بقت باينه وبقينا بنشوفها كل يوم باعداد احنا بنبقى شايفين انها بتتزايد، بس هي الحقيقه لا، هي بس بقت بتتشخص. فبقى فيه تشخيص اكثر دقه بالزبط. ووعي اعلى لدى المواطن، فبقى بيروح علشان يفهم بالزبط. ويعرف ويتاكد بالظبط بالظبط. طيب ايه اللي مصر قامت بيه خلال السنوات القليله الماضيه للوقوف قدام المرض الملعون ده؟ الحقيقه الدوله المصريه في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا يعني حطت ملف الاورام من اولويات ملفات الصحه. فده بدا بسياده الرئيس، بدانا من المبادرات الرئاسيه. خلينا نتكلم عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ودي كان هدفها الأساسي طبعا الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. بدأت المبادرة دي بأن هي تعمل فحص دوري في حوالي 3538 وحدة صحية في حوالي 27 محافظة عشان تغطي الجمهورية بالكامل، بحيث أن كل سيدة تبقى قريب منها أقرب وحدة صحية أو أقرب مركز عشان تروح تعمل الفحص الدوري. وبعد كده لو احتاجت فحص متقدم، بمعنى ان لو اتعمل الفحص الدوري واحتاجت انها تعمل فحص الماموجرام، بتتحول الى احد الاماكن اللي بقى فيها الفحص المتقدم زي وحوالي 102 مستشفى كانت مجهزه لدوت. وده طبعا يعني في الفتره دي وصلنا لما يقرب من 33 مليون سيده للفحص الدوري في خلال الفتره من 2019 مع بدايه المبادره لحد دلوقتي. تم تشخيص قد ايه بسرطان ثدي بالفعل واحنا ماشيين بنعمل الفحص الدوري؟ حوالي 16740 او 750 الى وقتنا هذا. يعني تم علاجهم باحدث البروتوكولات. فبالتالي انت قدرت في حوالي 3 او 4 سنين ان انت تقدر تعمل فحص دوري اكتشاف مبكر. قدرت ان انت تحول من، وده هدف المبادرة الحقيقة واللي في وجهة نظري ده نجاح كبير ليها، ان بدل ما انت بتشخص معظم الحالات في حالات متأخرة، بدأت ان انت تقلل الحالات المتأخرة اللي بيتم تشخيصها وبترفع الحالات اللي في مراحل مبكرة، فبالتالي بتوصل للشفاء التام ان شاء الله.